إنها أنا أسير عينيك إنها أنا أسير هواك حبيبتي أشكو لك همي فأنت يا حبيبتي أنت أنت دوائي أشتاق لك دوما فكيف يكون لقاك إني أغرق في بحر عينيك وفي وجهك الجميل ألاقي أحبك كما يحب الطير أن يطير في الآفاق حبيبتي سيكون حبك باقي. حلقة جديدة من برنامج نجوم صغيرة راح نكون فيها اليوم مع أطفال عندهم مواهب بالعزف على آلات متعددة، راح نتعرف عليهم أكثر وعلى مواهبهم، خليكن معنا ضمن هيدي الحلقة. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ لانا جرياني. لانا، قد إيه عمرك يا لانا؟ عمري 12. كله يا رب، انت صف سابع لازم معك؟ تمام، كيف المدرسة أول شيء لازم نسأل عنها والمذاكرات وهالقصص؟ تمام. لانا خبريني عن انت موهبتك شو بتعمل؟ أنا كثير بحب العزف، بدأت فيها من سنتين وبدي كفي فيها دائما. كفي فيها دائما، بتعزفي على الأورج؟ بدي أعزف على الأورج ورح أعزف على الكمان. على الأورج وعلى الكمان، بتحبيهم لهذول الآلات؟ طيب صعبة البداية على الأورج؟ لا الأورج كتير سهل، أما الكمان رح لقي شوية صعوبة. ليه برأيك إنه من هون مثلاً من آلة لآلة؟ لأنهم موجودين قدامك، أما هونيك بدك تحفظيهم على الأوتار. تحفظيهم على الأوتار وبدك تكوني مركزة كتير من هون، يمكن حافظين نحنا وبنعرف وبيساعدنا شوي ما كتير. طيب قلتي بلشتي من سنتين بهيدا الآلة، خبريني يعني هلا من سنتين لهلا كيف شفتي حالك؟ حسيتي حالك عم تتطوري، عم تحبي الموسيقى اكثر؟ هلا انا كنت دائما اعزف بايد وحده، هلا بلشت اعزف بايدتين بس لسه ما تمكنت. بدها تركيز كمان بايدتين ما اكيد، كل شيء بده تركيز بالاورج وبكل شيء، بس اسهل هون الاورج. شفتي انه اسهل شيء الاورج، هلا هو بده تركيز وبده حفظ. هلا كمان انت بين ايديك وبين النوطه وهدول؟ انا فورا بحفظ النوطه وبطبقها فورا، انه النوطه سهل حفظها وفورا بنقدر نطبقها اذا حفظناها. مع التدريب قد ايه بتتدربي؟ كل يوم بتدرب، كل يوم بتدرب. مين بيشجعك اكثر شيء؟ لمين بتعزفي اكثر شيء؟ بعزف لفيروز اكثر شيء، بعزف لفيروز كثير بحب انه اغانيها. ومين بيسمع لك اكثر شيء؟ الكل، ماما وبابا وخالتي وكلهم بيشجعوك. هلا شو بدنا نسمع منك هلا؟ هلا رح اعزف سوريا يا حبيبتي. يلا تفضلي.
كثير لإلك. هلا سمعناها لهيدي الاغنيه، وانت قلتي بالحاله العاديه كمان بتعزفي لفيروز واغاني كثيره كمان. اي كمان. حابه تكملي بالعزف على هيدي الاله، قلتي مع الكمان، وشو حابه تصيري بالمستقبل؟ صيدلانيه او دكتوره. بدي اتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله نستضيفك بلقاءات قادمه بتكوني صرتي تعزفي على الايدتين وعلى الكمان كمان. ان شاء الله. شكرا لك. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام الشعر الغجري المجدول يسافر في كل الدنيا، قد تغدو مرات يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولدي سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري والمجدود يسافر في كل الدنيا، قد تغدو مرات يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماء وطريقك مسدود مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولدي مفقود 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 مفقود، يا ما شاء الله. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ أنا منيحة. عرفني بحالك. أنا نزار، عمري 11 سنة، من مدرسة الوحدة في جبلة. أهلا وسهلا فيك يا نزار. يعني بلشنا بالطرب هيك، وبهيدي الأغاني مو صعبة عليك شوي كانت؟ لا والله سهلة. سهلة. إن بتحب هيدا النمط من الأغاني؟ والله بحب الطرب. بحب الطرب. لمين بتسمع أكتر شي ولمين بتحفظ؟ لأم كلثوم أحلى شي. برافو. طب من أيمت بلشت نزار أنت بالموسيقى؟ بدأت كان عمري 3 سنين، كنت اتسمع طلاب ولا جدو كيف كانوا يعزفوا، صرت اعزف هيك شوي يعني بالأورج، صار يدربني. يعني من 3 سنين انت بلشت لهلا. طيب هلا اللي بعرفه انه كمان مو بس عندك الأورج، في آلات تانية كمان نزار، مها مثل العود والجيتار. شو اكثر آلة قريبة لك انت غير انه الأورج اللي هو بتعزف وبتغني؟ العود. العود احلى شيء بتحسه. كمان بتغني على العود؟ صح. كمان طربي ولا في اغاني تانية؟ والله طربي، والله اكثر شيء طربي. طربي. طيب نزار، يعني شاركت، كان عندك مشاركات انت مثلا بمهرجانات؟ شاركت في بالمركز الثقافي في جبلة، وبرواد الطلاعة طلعت الاول. طلعت الاول بقى على اي آلة؟ على الأورج بس غناء. على الأورج غناء. طب هلا الغناء يعني
هون بدنا نعرف منك بقى نزار، كيف تدربت انه تغني وتعزف؟ اخذ معك الموضوع كتير وقت؟ قديه حسيت انه هو سهل عليك او صعب؟ شو والله كان صعب شوي، طول معي يعني، كان عمري 7 سنين لما كنت اعزف وغني. بعدين شوي شوي صرت لحالك انت، هلا الاغنيه اللي بدك اياها بتحفظها بتغنيها وبتعزفها؟ بعزفها بعدين على كل الالات. بتجرب الغنية نفسها على كل الآلات؟ أورج بعدين على كل الآلات. أول شيء على الأورج، بنجرب على الأورج، إذا مزبوطة بتطلع بتعزف على الآلات الثانية؟ نوتة ولا سماعي نزار؟ سماعي. كله سماعي؟ سماعي. برافو. طيب شو بدنا نسمع منك هلا كمان؟ هلا شو؟ على الجيتار رح على الأورج ولا على آلة ثانية ولا شو؟ هلا على الأورج رح سمعكم لسه فاكة. كانت الأيام في قلبي دموع بتجري وانت تحلى لك دموعي ويا عمري، كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح، كلمة كلمة لما تسألني أقول لك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان. شكرا كثير لك يا نزار. نزار على أي آلة بدك تكمل أو كلهم مع بعضهم ولا شو؟ على العود بكمل. على العود. وبس تكبر شو حابب تصير؟ دكتور. دكتور وعازف، قد ايه حلو بيكون؟ والله كتير حلو. حلو. والله. بدنا نسمع شيء كمان تاني، هي بتكون هيدي أخيرة، بدك تحط تسمعها نسمعها على العود ولا على الأورج شو؟ على الأورج هلا كمان. كمان، معناها قديش بتحب الأورج؟ قلت لي العود. بحب الأورج والله أكثر من العود، بس بعده يعني العود. هي بالترتيب يعني الأورج العود. طيب خلينا نسمع منك الأغنية كمان. أغلى وأطيب قلب. حبيتك انا مع انه الحب اللي
شلو ما كان زي الزمن ابدا ولا معنا. خد قلبي وهات قلبك هاتو يا ابو قلبي حياتك دقاتو. الحب ده عقد من الياسمين وقلوب العشاق حباتو. الحب ده عمري وغيرك مين يقدر يساعدني بأوقاته. صباح اللي حب بينا طيب وكمان على نياته. يعني يقول عليك طيب بس انت تكون من قلبي قريب يا طيب. شكرا كثير لك يا نزار وبدي اتمنى لك كل التوفيق وتكون احلى عازف واحلى دكتور. شكرا. مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ حمزة رواص. حمزة قدي عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين. كيف المدرسة معك؟ الحمد لله. صف الثالث سهل ولا صعب؟ سهل كتير. خلصتوا مذاكرات؟ كيف كانت نتائجها؟ كتير سهلة. برافو عليك بطل معنا. هو شطور وشاطر بالعزف. تعزف على الإيقاع بس؟ على الإيقاع وعلى الأورج. على الإيقاع وعلى الأورج. وشو بتحب أكتر؟ على الإيقاع. على الإيقاع أكتر. حمزة من أي ما تبلشت؟ من وقت عمري 6 سنين. من لما كان عمرك 6 سنين لهلا صرت هيك على الأعداد. تعال يا حمزة جيب الإيقاع وسمعنا. والمشاوير حمزة وين الإيقاع جبلنا؟ هيك بتعاملوا معك أهلك ورفقاتك؟ بتحب إنه هيك كلهم بيقولوا لك عزف لنا يا حمزة؟ إحنا بنقول لك هلا عزف لنا كمان. ماشي. رح سمعك إيقاع المصمود الكبير. هاد شو قلت لي اسمه؟ مصمود كبير. طيب في كذا يمكن إيقاع مها؟ كلهم بتعزفهم أو لسه عم تتعلم؟ لا كلهم بعزفهم. شو بدنا نسمع هلا كمان؟ هلا لف. هذا إيقاع اللف. هذا اللف لسه فيه؟ مصمود صغير. هلأ تعلمنا مع حمزة أنواع الإيقاعات هيك وسمعناه هون واحد واحد. طيب حمزة بلشت مثلا تشارك بأغاني تعزف لما بيكون في أغاني أو شيء؟ عم شارك مع أخوي بأغاني نسجلن أنا وياه. حبيت الفكرة أنه أنت كمان يعني نحن نعرف ضابط الإيقاع بيكون حدا كتير مهم بالعزف. كتير استفدت. بدك تكمل بهيدي الآلة أو بدك آلة تانية حمزة؟ لا بكملها. كمل فيها. وبس تكبر شو حابب تصير؟ مهندس. مهندس لسه في بدنا نسمع أو هدول هن المحضرون اليوم؟ لا لسه في. سمعنا كمان شو في؟ السماع الثقيل. هذا هو السماع الثقيل. هذا السماع الثقيل. شو في كمان؟ في الثاء إيقاع الوحدة. هذا إيقاع الوحدة. كثير بدي أتشكرك هيك عطيتنا فكرة عن الإيقاع وإنه هو سهل ولا صعب. قلت لنا شو؟ سهل كتير. سهل كتير منشان كل حدا اللي عم يحضرك يا حمزة وحابب يعني يتعلم على الإيقاع. حمزة بيقلكم سهل كتير. وهلأ تعلمنا معك شوي. إن شاء الله المرات القادمة نستضيفك يا حمزة وبتعزف وبتعملنا إيقاع يكون متواصل وكامل. شكرا كتير لإلك. عفو. باي. لهون حلقتنا خلصت. تابعونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وأطفال جدال. باي باي.